لاحظ المواطن الأردني ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية رغم توفرها بكميات مناسبة في الأسواق، وبناء على دراسات وأرقام وحقائق تم جمعها نستعرض بعضها بما يتعلق بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية عالميا. يبلغ عدد تجار المواد الغذائية في الأردن 14,000 تاجر، كما يبلغ عدد مستوردي المواد الغذائية في الأردن من 14,000 مستورد. مقارنة لأسعار السلع الغذائية وما يدخل بصناعاتها في بلد المنشأ جميعها للطن، نتحدث عن زيت الذرة وزيت الصويا وزيت عباد الشمس وزيت النخيل. زيت الذرة في عام 2020 بلغت $1,000 للطن، اليوم في عام 2021 1650. زيت الصويا وزيت عباد الشمس $800 للطن، $1,500 للطن في عام 2021. أما زيت النخيل $600 للطن، اليوم $1,450 للطن. وأيضا ننتقل إلى مواد أخرى، العدس الحب من $900 إلى $1,350، العدس المجروش من $860 إلى $1,200، والبرغل من $400 إلى $615. هذه الأسعار جميعها في بلد المنشأ، ويضاف إليها أيضا أسعار الشحن. الحمص المكسيكي والتركي والفاصوليا من $2,200 إلى $1,515، الحمص التركي من $800 إلى $1,200، الفاصوليا من $900 إلى $1,250. مدخلات الإنتاج من المركزات، نتحدث عن $800 للطن في عام 2020 إلى $1,200 للطن في 2021. البلاستيك المستخدم من $850 إلى $1,350، التنك المستخدم للتعبئة من $800 إلى $1,700 للطن. فهل الارتفاع السابق في الأسعار كان له تأثير على السوق؟ للاطلاع أكثر على واقع الميدان نتابع تقرير ليلى خالد. في وقت أصبح فيه دخل المواطن محدوداً وليس لديه قدرة كاملة لتأمين الحاجات الغذائية الأساسية اللازمة له لممارسة نشاطاته الاعتيادية، تستمر الضرائب كأهم عامل في تحديد أسعار السلع ومدخلات الصناعات الغذائية. في الرسوم اليوم أصبحت على الجمارك، يعني عندي أصناف عم بستوردها حاليا، وإحنا داخلين على خير قريبا خلال أشهر عم نجهز لمواد رمضان، في أصناف من رمضان مش عم نقدر نجيبها. ارتفاع السعر، وزائد أنه بتدفع 30% وضريبة مبيعات 16% بتحكي على 45% غير المصاريف الأخرى التخليص ووا، فهذا 45% على سلع غذائية رئيسية عبء كبير على الجميع. كنا تحدثنا عدة مرات مع وزارة الصناعة والتجارة انه بس في امور معينة مواد غذائية نرجو ان حضرتكم انه بس ايقاف ممكن للفترة الحالية الجمارك عن هذه الاصناف وضريبة المبيعات للحد من الارتفاع العالي جدا على السلعة وعلى المواطن. احنا مش ملحقين ندفع ضرائب للحكومة، وكلها قاعدة بتلحق للمواطن، والبضائع اليوم عالميا البضائع كلها ارتفعت يعني بطريقة كبيرة جدا، وإحنا مش قادرين يعني اليوم البضاعة اللي بنبيعها مش قادرين نحصل نجيب محلها. آخر شحنة بحرية جتني فريكة من تركيا دفعت ما يعادل الحاوية 2000 دينار، كانت الحاوية بدها تدفع أجور الحاوية كانت من تركيا متفقين عليها واصل، أخذ مني فرقية شحن $3,000. مطالبات عديدة من الجهات التجارية بإعادة النظر في الضرائب والرسوم بمختلف أشكالها، تسهيلاً لدوران العجلة الاقتصادية ولتمكين المواطن من تأمين احتياجاته الغذائية. الدولة عليها دور صيانة كرامة الناس، التسهيل على الناس. كرامة الإنسان بثلاث شغلات: غذائه ودوائه وتعليمه، وهي الأمور الأساسية بحياته، فهذه لازم تقدم بأقل الكلف. الغذاء يجب أن يقدم بعيدا عن الضرائب، توفير لقمة العيش بحياته، ولقمة العيش الأساسية مش بس الخبز وكاس الشاي والسكر والرز، أي مادة غذائية هي أساسية. من حق المواطن الأردني أنه يتناول كافة أنواع اللحوم والأسماك والدواجن والمعلبات بكافة أشكالها والأغذية والبقوليات وما إلى ذلك، هذه كلها مواد أساسية، ما في مادة غير أساسية. لو قلت لك عنها الكافيار،
بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فإن ثلث السكان في البلاد يعتبرون فقراء. الضرائب المفروضة على المواد الغذائية لا تهدد غذاء الأردنيين فقط، بل تعدد ذلك لتهدد الأمن الغذائي لمن هم دون خط الفقر المعلن. ليلى خالد، رؤيا. نتابع الموضوع مع ضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الهاتف، الأستاذ نبيل الفريد، عضو مجلس إدارة النقابة العامة لتجار المواد الغذائية. أستاذ نبيل، صباح الخير وأهلا بك في أخبار السابعة. صباح الخير عليكم وعلى المستمعين. أهلا بك سيدي. تحدثنا عن أسعار وقارنا أسعار ما بين عام 2020 وعام 2021، وأيضا شاهدنا تقرير كان فيه بعض التجار من تجار المواد الغذائية وتحديدا مستوردين. هذا الارتفاع هل انعكس على السوق المحلي ولمس المواطن في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية؟ نعم، الأسعار يعني هي بطلوع في الوقت الحاضر اللي احنا عايشين فيه، بجوز احنا ما حسينا فيه بشكل مباشر. نعم. بسبب الركود في الأسواق، كانت عندنا في بضائع من بداية السنة، شهر رمضان أجا ضعيف، الصيف أجا ضعيف كمان علينا، فكان في عنا بضائع، فكان التاجر يبيع البضائع الموجودة عنده بالأسعار الحالية، مع العلم أنه الأسعار القادمة كانت أعلى بكثير من اللي موجود عنا. نعم. بسبب البضاعة اللي نتحدث عنها هي مواد غذائية لها تواريخ. نعم. الحلو عنا إحنا عدد التجار المستوردين كتار، وبلاد المنشأ مختلفة، إحنا كثير من التجار عم بحاولوا يغيروا بلد المنشأ وين منلاقي سعر أفضل حتى نقدر نوفر على المستهلك. نعم. لكن اليوم الارتفاع في المواد الخام هي سبب كبير أدت إلى رفع الأسعار الحالي. ارتفاع بس مش بالمواد الخام، عندك المواد الخام، مواد مدخلات الإنتاج يعني زي الصفيح، البلاستيك، الكرتون، الشحن أكبر عامل لرفع الأسعار. يعني الشحن من الصين ارتفع من 4 إلى 5 أضعاف، الحاوية كانت ب2000 اليوم صارت ب10-12 ألف. نعم. دولار للحاوية. وأوروبا كمان ارتفعت، المصانع بأوروبا عم تشتغل بطاقة 30% من طاقتها، لأنه معظم الموظفين اللي عندهم بعد كورونا كانوا مجازين على الضمان الاجتماعي، فكان بالنسبة لهم أحسن من العمل في المصنع. هذا الحكي أدى إلى عدم توفر المواد الغذائية أو المواد بشكل عام. مصاريف الشحن، إذا ما عندك شحن مشكلتك كانت البضاعة تتكدس بالمينا أو بمستودعات المصانع ومدفوعها، هذا الحكي أدى إلى نقص السيولة. التاجر اليوم الحاوية اللي نفترض كانت 100,000 دولار يجيب له 3 حاويات، لو ما بيجيب له حاويتين، فعندنا رأس المال الداخلي كمان قل. نعم. طيب استاذ نبيل، هل كان كان هنالك رفع لضرائب او رسوم اضافيه، ولا ارتفاع الاسعار يتعلق فقط في السوق العالمي وايضا في سوق الشحن؟ الارتفاع بشكل عام هي بالسوق العالمي، ليس بالاردن بس، يعني كل الدول المحيطه حولنا الارتفاع موجود، حتى باوروبا ارتفعت الاسعار. نعم. أما بالنسبة للضرائب هي ما زالت مثل ما هي، يعني ما في تنزيل على الضرائب أو إعادة النظر فيها، مع العلم طالبنا إذا قدر ننزل الضرائب أقل ما فيها ضريبة المبيعات 16%، رقم كبير بندفع ما بعد الجمرك وما بعد الشحن. الحكومة أخذت بشكل عام مشكورة اللي هو مصاريف الشحن من 12,000 ونزلته، لكن هذا لا يكفي بتنزيل الأسعار. نعم. نعم. طيب أستاذ نبيل، نتحدث أيضا عن تكديس البضائع، هل هنالك بضائع مكدسة في المخازن ينتظر التجار ارتفاع الأسعار لرفع الأسعار على المواطن، أم يجب أن تستهلك البضائع أولا في أول لأنه أنتم ملتزمين مع عقود وعندكم شحنات لازم تستوردوها؟ والله اليوم أكبر مشكلة موجودة عندنا هي توفير البضاعة مش تكديسها. نعم. عدد التجار زي ما تفضلت عندنا فوق 14,000 تاجر، فالمنافسة على حجم الأردن كبير، فأي واحد عنده بضاعة بحب يخلص منها ويبيعها مشان يقدر يجيب غيرها، لأن السيولة عندنا قليلة أصبحت الآن. الشغلة الثانية هاي فيها تواريخ، يعني التاريخ ما فيك تنتظر بالبضاعة حتى تجي غيرها، والبضاعة اللي جايتك بدها وقت حتى توصل. نعم. ف
فأنت اليوم أهم شيء عندك أنك تبيع وتمشي مع السوق، لأنه اليوم حتى حجم المبيعات ضعيف على وضع السوق الحالي. نعم. الأيام اللي جاي صعبة، ما بعد كورونا أصبحت تفرق السوق عندنا كثير عن ما قبل كورونا. نعم. فإنه واحد مكدس أو يوجد عنده ضاعة مكدسة، التاجر بنتظر اليوم نفس الصنف موجود مش عند تاجر، موجود عند أكثر من تاجر ومن أكثر من منشأ. نعم. فالمنافسة يعني زي ما تفضلت، مثلا الحمص في مكسيكي موجود عندك، حمص هندي، حمص تركي، فالمنافسة شديدة. يعني البضائع موجودة في السوق ولكن التاجر ينتظر تصريف هذه البضائع. سؤال أخير وبعجالة لو سمحت، هنالك منتجات الأساسية والأولية معفية الضرائب، هل ما زالت هذه المنتجات معفية الضرائب وموجودة في السوق؟ نعم نعم، ما زالت معفية الضرائب. الأصناف الأساسية زي السكر زي الرز هاي كلها معفية من الضرائب. نعم نعم, نعم. شكرا لك أستاذنا نبيل الفريد، وأنت عضو مجلس إدارة النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، شكرا لك مرة جديدة.